نظمت وزارة الثقافة بالتنسيق مع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين اليوم بصنعاء ندوة ثقافية حول التجربة الإبداعية للشاعر المسرحي الراحل محمد الشرفي بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين. إلى التفاصيل. في ذكرى تأبين الشاعر الكبير والمسرحي محمد الشرفي أقامت وزارة الثقافة صباح اليوم ندوة ثقافية حول التجربة الإبداعية للشاعر. ينتمي الشاعر والكاتب المسرحي إلى جيل المعاناة والثورة في اليمن، وقد كان شعره معبرا عن هذه المعاناة ومبشرا بفجر الثورة الذي استطاع أن يراه ببصيرة الراعي الثائر. الشاعر محمد الشرفي أثر الساحة الشعرية والأدبية بكثير من المسرحيات والأعمال الأدبية، كما نال عددا من الجوائز المحلية والعربية. له أكثر من 20 مسرحية و23 ديوان ومئات المقالات في الشعر والمسرح والبحث الاجتماعي والسياسي والثقافي. كتب عنه الكثير من الكتب والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه في كل من بغداد وأستراليا وأمريكا. ترجمت بعض أعماله للإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والبولينية والتشيكية. حصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية. حضور الدكتور عبد العزيز المقالح للمشاركة في هذه الندوة يدل على مكانة الراحل، حيث كان له دور بارز في ثورة 26 من سبتمبر. كان من أوائل المذيعين الذين استجابوا للحظة الصفر، وكان من أبرز مقدمي البرامج الشعبية الوطنية، وإلى جانب عمله كمبدع كبير أثر المكتبة الأدبية اليمنية والعربية بما نشره من دواوين شعرية ومن أعمال مسرحية. يرحل الإنسان وتبقى أعماله خالدة، والشاعر محمد الشرفي من أولئك الذين خلدتهم أعمالهم الأدبية والشعرية والتي تستحق من الجهات المعنية الطباعة والنشر. رضوان السماوي، حصاد السعيدة.